إخوتي، مع إثبات هذا السحب لهذا الموقع الذي شرحته أمس، الذي يعطيك 50% بعد مرور 24 ساعة، هو إخوتي وصلني 15 روبل أو 11 روبل. أو إخوتي، والآن عندما أريد أن أستثمر إخوتي وهو على 10 روبل، نختار باير، نختار الخطة وبالترجمة إلى الفرنسية، انظر أقوم بالترجمة، يقول لك الحد الأدنى للاستثمار هو 100 روبل. إذا هذا الموقع سأغادره وأتيتكم بموقع آخر سأشرحه الآن. إخوتي، أهلا بكم في قناة مكاسب الإنترنت مع فيديو جديد. قبل أن أبدأ الشرح، أود منكم أن تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتضع لايك فيديو وتشاركوا هذا الفيديو بين أصدقائكم. مع هذا الموقع لاستثمار عملة الروبل، هذا الموقع يعطيك 40% بعد مرور 24 ساعة. الحد الأدنى للإيداع هو 14 روبل، والحد الأقصى هو 14,000 روبل. بالنسبة للإحالة 14% أظن. إخوتي، قبل أن أبدأ الشرح أو أودع في هذا الموقع، أنا لا أتحمل مسؤولية أي شخص يودع في الموقع، أنا أتحمل مسؤوليتي فقط. أودع في الموقع، من أراد أن يودع أن يودع، ومن لا يريد فلا يودع. إذا لا أريد في التعليقات إذا خسر الشخص يقول لي أنت الذي خسرتني في هذا الموقع. نعود إلى الموقع إخوتي. الموقع لديه عدة تعليقات في الويكا يدل على مصداقية الموقع. نذهب إلى الويكا، قم بالترجمة إلى العربية، هكذا سترون الموقع لديه 14 يوم أظن، هكذا سنقوم بالترجمة. انظروا إخوتي، 44% بعد مرور 24 ساعة، سنقوم بالترجمة هكذا إخوتي. هذا قبل 59 دقيقة، انظروا نقوم بالترجمة هكذا. كوم توجور سوبر، موقع رائع بالفرنسية. هذا منذ 48 دقيقة هكذا. لو ميور بروجي اون ديسمبر، أحسن مشروع في ديسمبر. نعود إلى الموقع إخوتي، نضغط هنا نوفو ديبو أو إيداع جديد. سأودي 20 روبل إخوتي، نضغط هنا 20 هكذا. سنتوجه مباشرة إلى محطة الطيار، هكذا روبل كونفيرم. طريقة تسجيل في الموقع، تضع عنوان محفظة الطيار وتضع كلمة السر وتدخل الموقع. عفوا إخوتي، طريقة التسجيل، تضع عنوان محفظة الباير وتدخل الكود، أرقام موجودة في الكتابة وتدخل إلى الموقع بسهولة.
هاي اخوتي 20 روبل. هنا المحلل الذي لديك كما قلت لكم 14% لمن يتسجل عبر رابطك ويودع في الموقع. هنا ستجد رابط الإحالة، ها هو. إذا سأترك لكم رابط هذا الموقع تحت الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.